قتلي تطلع على سيزن 3 مش مشكلة بنقوك يا شباب. إذا اللي بدهم ينقونا ذوقهم مثلك ما بدهم ينقونا. وحياتك ما شفتك لحتى نقيك من الأساس. مجرد إنك عم تحكينا يعني شايفنا. يا ويلي حياتي لما فؤاد علي شوي وعرفني عليك أنا ما كنت بدي. شو فؤاد؟ قولي له أستواك لا تضرب إلا القمم. في فرق بين انه تحط ضوء احمر وتحكي كلاس بين ما انه تحط ضوء احمر وتتلقمن. صحيح اني كلاس بس وقت تزيد الامور عن حدها راسك جوكاس. قديش انا هجمتها بس هي انسانه كثير قويه وانا كثير حبيتك.